Là, ce nous qu'allons lina. Procéder à la configuration de base des routeurs branches HQLO Internet Service Pro, conformément à la procédure. Débat de la configuration de base. Nous allons faire les trois routeurs. Nous allons faire un routeur wastani. Configuration de base. Je vais faire lina. Galulina, exit, hostname, je vais nommer ça. Je vais nommer ça siège. Siège ou le headquarter, je vais nommer ça headquarter. Ok, on va zoomer comme un peu. Je vais chercher ma vie. Vas-y. Je vais galulina faire la configuration de base. Je vais configurer le nom du routeur. Je vais donner hostname, HQL. Désactiver la recherche DNS, nom, IP, domaine, local. Configurer un mot de passe pour le mode d'exécution. Enable password, maintenant Cisco. Je vais chercher un mot de passe. Configurer une bannière du message du jour. Banner, mot D. Je vais chercher maintenant bienvenue. Ou c'est dièse. Je vais chercher un message. Configurer le mot de passe pour les connexions console. Line console 0. Password Cisco. Login. Bon, on a un Cisco. Je vais chercher le mot de passe. Je vais dire Exis, parce que je vais chercher le mode de configuration de la ligne. Configurer mot de passe pour les connexions les lignes virtuelles. On va dire line pty 04 password Cisco login exit. Bon, on dit mais connaître les flex pour sauvegarder WR. Je ne vais pas synchroniser les messages non sollicités. La sortie de configurer un délai de 15 minutes pour le mode d'exécution. Voilà. On a fait que line pty 04. On va dire login. Synchronous, c'est-à-dire qu'il y a de la synchronisation les hadrin alia. On va dire exit time out. شحال غنديرو قال لك 15 دقيقه انت درت علامه استفهام قال لي شحال ديال الوقت ندير 15 وعلامه استفهام سواء ندير لي سكوند سواء ندير نخلي خاوي لما هضرناش على لي سكوند يعني شنو هنا شي واحد تكونيكطا لينا ا ديستونس بار تيلنت وما دار والو بوندون 15 مينوت هذيك الساعه غديكونيكطا ليه لا سيسيون ديما سوفكاردي وحنا سالينا لا كونفيغوراسيون دو باس ديال اكسيت داك هو الديلي ديال 15 مينوت طاش نيميرو 5 Configuration et activation des adresses, série Ethernet, configuration des routeurs, configurer les interfaces, configurer les interfaces Ethernet, les passerelles, ma couche, vérification de la connectivité des tronçons suivants. Donc, on va nous dire que tu vérifies. Successful. باش تعرف لادريساج ما بين لو روتور والبي سي واش مزيان ولا لا سكسسفول اش اللي باقي ليا من هنا لهنا سكسسفول ومن هنا لهنا سكسسفول وبقاو ليا لي روتور بيناتهم حيت دي فوا راه كتكون معاودي لادريس هاي سكسسفول ومن هنا لهنا سكسسفول كلشي مزيان دونك انا بيان سور ما بينكش من هاد البي سي لهاد البي سي حيت باقي ما درناش الروتاج دونك مازال شي من هذا لهذا يبينكي علاش directement connecté من هذا لهذا راه يبينغي لينا من هنا هاي انا عاودها من هنا لهنا ها هو سكسسفول علاش حيت directement connecté هذا الروتر مكونيكتي مع هذا ومع هذا ومثلا عاوتاني عندي من هذا لهذا راه يبينغي علاش حيت directement connecté هذا راه مكونيكتي مع هذا شكون اللي ما غايبينغيوش هو مثلا هاد بي سي 2 مع هاد بي سي ان اللي هنايا علاش حيت بيناتهم دو روتور ماشي directement connecté نكملوا شنو قالوا لينا في تي بي ها فيريفيكاسيون حنا فيريفينا اش قالوا لي دابا كونفيغوراسيون دو روتاج لي في 2 سور لو روتور برانش كيل سون لي ريزو كي فيغور دون لا طاب دو روتاج برانش ريبرتوريالي كومبورتون لي بار اوبليك لي ريزو اللي كاينين في البرانش شكون هو البرانش البرانش قلنا هو السياج الهيد كوارتر هو السياج الهيد كوارتر هو السياج والبرانش هما لي زاجونس لي زاجونس عطيني اجونس 1 هو هذا الاجونس دونك لي ريزو اللي فيه راه هما هادو لي ديريكتومون كونيكتي داير لنا ثلاثه غتقول هو 192 160 هذا 400 120 يا اما كتمشي ليه ها هو اجونس كتمشي ليه هنايا في تي بي وكدير شو اي بي روت حنا محتاجينش نديرو شو اي بي روت حيت عارفين لي ريزو ديريكتومون كونيكتي هما اللي كاينين دابا غدير انت كدير شو اي بي روت نديرو ها هما هادو لي غازو لي كاينين كونفتي سمي هوست نيم ونديرو السياج هوست نيم سياج باش ما يتخلطوش ليهم
دونك لي ريزو اللي كاينين هما الثلاثه تكتبهم في البي دي اف، لي ريزو اللي كاينين في الاخر عاوتاني شو اي بيلوت هما هاد الاربعه، لي ريزو اللي كاينين في هذا هما هاد الجوج. مزيان، اش غيقولوا لينا من بعد؟ Quelle commande permet de vérifier d'activer le protocole RIP et d'inclure les réseaux? Tu dis route RIP version 2 ou tu peux déclarer les réseaux directement. Donc, on a le but de ce qui permet de désactiver. Ah, on a le résumé. On dit le RIP. On dit ici, on dit route RIP version 2 network. On déclare ça. On copie, coller. وغنديكلاري الثاني 160 وغنديكلاري الثالث 176. سالينا مع هذا وقال لينا ديزاكتيفي لا ريشيرش دي ان اس باسيف انترفيس ديزاكتيفي هذاك لونفوا دي ميساج في الاف 00 في الاف 01. انا جاوبت عليهم باش ما رجعش للروتر في الاف 00 وفي الاف 01 ديزاكتيفي لونفوا دي ميساج غريب. ساليت غنمشي لهذا الروتر هذا نفس القضية، غنقول ليه دو شو اي بي روت، نشوف لي غيزو ديريكتومون كونيكتي، غندير دابا روتر ريب فيرسيون 2 نيتورك، غنديكلاري هذا، كوبي باست، غنديكلاري الآخر 40 64، اللي تابعو 40 176. هذوك ديال 209 وهادو غنخلي تندير لهم غوت باغ ديفو، باينه غيطلبوا مني غوت باغ ديفو لحقاش هذوك الميغولي مع الفورنيسور، الفورنيسور كيبدل لادريس. شكون اللي باقي ليا؟ هذا غيقول لي دير فيه غوت باغ ديفو، بنوريها لكم في التيبي. دونك هذا ديكلارينا ليه الثلاثه، مزيان، نرجعوا للتيبي ديالنا، وديزاكتيفي بيان سيغ تا هو ديك لونفوا دي ميساج، وغنديزاكتيفي اف 00 في اف 01. غنمشي ليه عاوتاني، وغنقول ليه باسيف انترفيس اف 00 باسيف انترفيس اف 01 هذا هو ديزاكتيفي لونفو دي ميساج. الاف اي اي باقي ما قالوا لي عليه والو. مزيان كونفيغوراسيون ريب اي دي روتاج ستاتيك توني كون دي تيب دو روتاج ستاتيك نيسيسير بور لو روتور. هنا راه غالبا غيكون روتاج باغ ديفو. كاين ريزو فيغور سيغ لا تاب دو روتاج وريتها ليكم هي شو اي بي روت، غيكونوا هما لي ريزو ديريكتومون كونيكتي. اون روت ستاتيك باغ ديفو ديفرا اتر كونفيغوري بور انفوي او روتور اي اس بي سورتي اش كيلو. دونك خاصني غوت باغ ديفو فين؟ خاصني غوت باغ ديفو هنايا خارجه ليا من السياج، خارجه لينا من هنا، خاصني واحد لا غوت باغ ديفو هنا. وبيان سيغ حتى هذا غتكون عنده غوت باغ ديفو هنايا. غنمشي نكونفيكوريهم بجوج، نمشي هنايا نقول ليه اكسيت اي بي روت بعد الثروات بعد الثروات سيريال 010 سميت الانترفاس دو سورتي هي هادي. ها انتوما درت لي سيريال 010 و حتى هذا خصها غوت باغ ديفو باش يجاوب لينا الاخرين. هذا هو الاف اي بحال كيف كنت كنشرح لكم انا لي دي بي في الكور. حتى هو غنديروا ليه واحد لاغوت باغ ديفو باش كلشي يدوي مع كلشي. هادشي هنايا انا كونف دي اي بي روت بعد الثروات بعد الثروات سيريال 010 نون دانتافاس سورتي دي ار. ودابا كيبقى ليا دابا هذا تا هو خاصها غوت باغ ديفو، غنقولو لهذا اي بروباجيها، غنمشي للريب وغنقول ليه بروباجي لي لا غوت باغ ديفو، روتر ريب فيرسيون 2 ديفولت انفورميشن اوريجينيت باش يعلم هذاك الروتر ديال السياج. ودابا غنتيستيو لا كومونيكاسيون، كلشي خصو يدوي مع كلشي، حتى لهنا خصو يدويها سكسسفول، وهذا عاوتاني من هنا حتى لهنا سكسسفول، وهذا عاوتاني من هنا مشي عند هذا تا هو كلشي سكسسفول. اوكي واخا نبدل دابا هاد لادريس ونبدل هاد لي زادريس اللي ما بين هاد لي دو ريزو اللي عاطين فيهم حنا 209 165 اكسيتيرا، غيبقى ديما الروتاج خدام حيت هنا خدمنا بواحد لاغوت باغ ديفو درناه هنايا، درنا اي بي روت بعد الزروات الزروات سيريال 010. هادشي اللي كنت كنشرح لكم انا في الكور ديما هذاك لا ليزون ولا لانترفاس كيما غيرو مع الاكستيريور كنخلي لها لاغوس باغ ديفو كنبروباجيها هنايا بديك لا كوموند ديفولت انفورميشن اوريجينيت. وهذا هو تي بي هادشي اللي غيكون مطلوب. ديزاكتيفي لونفوا دي ميساج وداكشي درناه. ولاحظوا واحد الملاحظه مهمه، راني ما ديكلاريتش هنايا ملي ديكلاريت ريف ما ديكلاريتش هاد الريزو هاد ديال 209 165،
علاش؟ حيت انا عارفهم غيطلبوا لي لا غوت بار ديفو. هذا ما ديكلاريتوش هنايا في الريب، ديكلاريت هذا وهذا وهذا، ولكن هذا اللي هو ادريس بيبليك ما كتحكمش فيه انا، ما ديكلاريتوش، درت ليه غوت بار ديفو هنا، وهنا حتى هذا درت فيه غوت بار ديفو باش يجاوبوا. هذا هو التي بي ديال الريب، درنا فيه غابيل ديال فيل اس ام وديال ستاتيك وديال لو روتاج بار ديفو، ديال بروباغاسيون ديال لي روت بار ديفو، وديال تيست ديال لا كونيكتيفيتي اكسيتيرا. هنا قالك اونفوي اسك il faut voir est-ce qu'il est possible de pinger. حنا راه سالينا كلشي، بينغ علينا مع كلشي، كي سون لي روت كي فيغور، غادير شو اي بي روت وغادي تنقل لهم داكشي اللي في لاطاب دو روتاج. مثلا غتجي عند هذا وغادي في شو اي بي روت، غيبان لك دوطخ ريزو اللي تزادوا لينا بالريب، وكتكتب لهم هادشي، تزادوا لينا هاد جوج بالريب وتزاد لينا هذا بلا غوت بار ديفو. هادشي ملي كيقول لك كيل سون لي ريزو كي فيغور، كدير لا كوموند شو اي بي روت. شنو باقي عندي هنايا؟ كيل سون لي ريزو كي فيغور، فهذا عاوتاني دير شو اي بي روت، غتبان لك نفس القضيه. كيل سون لي ريزو كي فيغور، عاوتاني شو اي بي روت، كيل سون لي ريزو كي فيغور، انا غتبقى شو اي بي روت، غدوز على كاع لي روتور. غومارك جينيرال، راه هادشي ماشي مشكل. Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser plutôt que le V1? Alors, je vais utiliser le VLSM. Ou le V1, je vais utiliser les masques variables. Donc, on a une topologie VLSM. Alors, quand je vais utiliser le V1, donc j'étais obligé d'utiliser le RIP version 2. Je ne vais pas utiliser description des configurations de routeur. Sur chaque routeur, capturer. On a un show running config. On a un copier fichier texte. غادير شو اي بي روت وغاتكوبي فشي تكست، شو اي بي انترفيس بريف وديرها فشي 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 تكست ولا في الوورد. هذا هو كابتشيو على كونفيغوراسيون، هذا هو تي بي، راه تي بي ساهل. كون عاودتو غير ديك لا سيمولاسيون اللي درت لكم في الكور، راه هي نيتي هذه غير هنا. تي بي مزيان باش مزيان في لي كيستيون، تعلموا تفهموا لا كيستيون وتعلموا تجاوبوا عليها. شكون اللي باقي عنده شي كيستيون؟